السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا داخل أحد البارجات الحربية اللي تركت الخدمة قبل 50 سنة تقريبا. شوف ما أكبرها يعني، فبدخل فيها عمل عليها يعني أقسام، فحابين تشاركوني. شوف القسم الأول، شوف فيه القسم رقم 1. طبعا فيها 5 أقسام، كل قسم يعني عبارة عن بلد. هاي تاور 1، بسم الله سبحان الله، حاطين لهم كنيسة في رقم 1. في السفينة الحربية بيكون في كنيسة، يعني هذا هم مش على حق. كيف احنا اللي على حق؟ يعني ما يكون عندنا مسجد في كل مكان؟ والله وان ربي بأولادنا هذا حب الدين. لا تخيلوا، حتى هذول اللي على باطل بيقنعوا اول تاور، اول مكان تدخل عليه الكنيسة، سبحان الله بيعلموه. والله ما في من ينصر الله عز وجل الا بهذا الشيء. اذا اتبعنا ديننا ورجعنا لديننا، ويكون كل مكان اول ما ندخل يكون في مسجد، ويكون في تعليم للخير وتعليم للصلاح، حتى عاملين قبل الحمام. هاي شفت كيف؟ يعني اهم من الحمام اللي هو الواحد ما بيقدر يعيش من غيره. اول ما بدك تدخل، بدك تدخل على الكنيسه، سبحان الله. لازم احنا نعلم الناس اللي عندنا، اول ما تدخل بدك تدخل على المسجد، تدخل على وضوء، على طهارة. هذا سبحان الله، هاي اول اجزد او اول قسم. طبعا عبارة عن بلد، يعني بلد هنا شكله كان يناموا الجنود. طبعا داخل لحالي ما حب يشرح لي شيء، ولكن اتوقع انه يعني الصورة غنية عن التعريف. خلينا ندخل بسرعة. هاي كمان في قسم تحت الارض كمان، يعني تتابعوني تدخلوا معاي. هذا عبارة عن المكتب. كان محل الأكل. عبارة عن بلد صراحة، ما في شيء لا يوجد فيها. شيء من غير موجود فيها. هنا غرفة الأطباء، أنا جاي الأسنان. شوف كم غرفة الأطباء. أسنان. هنا المطبخ تقريبا، حاطين يعني زي يعني هيك. طبعا هي فواكه بلاستيك يعني، بس هيك كانوا يعني الأشياء كل أول. هاي المغسلة. خلينا نشوف فين أول شيء فيه. هاي قسم اللحوم، شايف يعني هي كانت هذي كلها برادات، قسم اللحوم. المطعم. وهي كذا المطعم، هذا نفس المطعم. هنا مخرطة قديمة، يعني بدهم أي قطعة لازم يعملوها هنا. بدهم أي قطعة، طبعاً تكون قطعة تنتهي معاهم أو تخرب معاهم، فلازم يبنوها لمحلها. مقسم، ما في شيء غير موجود. أشوف أنا هذا القسم. I'm sorry guys. هنا غرفة شرح عن المحرك. Thank you guys. مش عارف شو في تحت تراها، يمكن انا بنزل كمان طابق تحت. خلينا نشوف شو في. ان شاء الله ما اغير.
شكلي راح اضيع وانا اتصل. اتوقع اني اخذت غرفة المحركات. Boys, come on out. We coming this way? We got it. Don't call them. Oh, هاي كل غرفة محركات صح. شو بدي عليه؟ خليني اطلع فوق احسن. لا لازم اطلع من هنا. Come on. Let's go. You decide. The one that kills all of us. Let's go. That this شوف انا طلعت على تاور 2 بالغلط، يعني كنت لازم اخلص تاور 1، ما خلصت تاور 1 فدخلت تاور 2. ايش الفرق بين التيبو وانتينا غير التول هي عبارة عن ماكينات.